الاسم عبد الغني قصي، تاريخ لي ازدياد 1960. التحقت بمركز تكوين المعلمين سنة 1983. 1984 تعينت بنيابة أكادير. بعد 7 سنوات انتقلت سنة 1991 إلى نيابة الصويرة إلى مجموعة مدارس مسكالة. سنة 1993 انتقلت إلى مجموعة مدارس الحرارتة. بتاريخ 8 أكتوبر توصلت بقرار من وزارة التربية الوطنية يقضي بعزلي من وزارة التربية الوطنية، وذلك بدون سبب، دون أدنى سبب. أنا خدام حتى جاني عزل. بعد ذلك التحقت بالوزارة، يعني وروني باش عزلوني 2 ديال الأوراق مزورين، ورقة كاتبها المدير، شهادة كيشهد فيها بأنني أنا تغيبت نهار 3 في شهر 4، وهذا لم يحصل، وإنذار من طرف النائب بناء على رسالة المدير. أنا تعزلت في شهر 4 ووقعت المحضر ديال الخروج في شهر 7، واش هادشي ممكن؟ بتاريخ 8 أكتوبر كما قلت توصلت بقرار عزل، التجأت للمحكمة الإدارية، نصفاتني، ألغات القرار. إلى يومنا هذا المسؤولون لا يريدون تنفيذ القرار. قمت باعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية، 5 اعتصامات منذ 2006 وأنا أقوم بالاعتصامات، كما أنني قمت بآخر اعتصام ومدته 15 يوما أمام وزارة التربية الوطنية، وذلك قبل جائحة كوفيد 19. الحكم الذي لا يريد المسؤولون تنفيذه، أنا موجود عندي الحكم، هو الحكم موجود في كتاب المدرسون وتأسفات الإدارة للسيد محمد السكتاوي مدير منظمة العفو الدولية. هذا الحكم موجود في هذا الكتاب. أنا الآن في الاعتصام 5 أمام وزارة التربية الوطنية في انتظار تنفيذ الحكم، وأنا أعرف بأنني في بلد الحق والقانون والدستور، ولا زلت إلى اليوم بعد عدة محاورات مع وزارة التربية الوطنية مع المسؤولين، لكن إلى اليوم لم يتم تنفيذ هذا الحكم، مع العلم أنني أبلغ اليوم 61 سنة وأنا أبلي 3 أطفال ومنذ 20 سنة والظلم يمارس علي دون وجه حق في بلد الحق والقانون. ألتمس من المسؤولين التسريع بتنفيذ هذا الحكم الذي طال وشاخ معي، ولا يسعني إلا أن أندد وأستنكر هذه الأشياء، لأنني لم أقم بأي شيء وعزلت هكذا، كما أنني لم أمر من المجلس التأديبي، يعني ما دزت شيء من المجلس التأديبي، وليس هناك عزل دون المجلس التأديبي، وأنا أصلا لم أقم بأي شيء، وأنا أتوفر على جميع الإثباتات والحجج والدلائل والشهادات التي تؤكد بأنني لم أكن منقطعا عن العمل بتاتا. إنني في انتظار تنفيذ هذا الحكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.